نور الدين اهلا وسهلا بك. الذهب كما تحدثنا للسنه 12 على التوالي عم بيسجل ارتفاعات متتاليه، مع انه سجل يعني عمليات جني ارباح قويه خلال هذا العام، وبالتالي اود ان اسالك هل انت متفائل باسعار الذهب؟ هل تتوقع المزيد من الارتفاع؟ على الاقل لانه يعني متفائلين، نعم متفائلين خلال عام 2013. عام 2012 شهد الكثير من ممكن ان نقول اللغط في الاقتصادات العالميه بشكل عام خصوصا في اوروبا، لكن طالما هناك في عنا تيسير كمي من الفدرال الامريكي، و يعني خلال على الاقل خلال الشهر الحالي ننتظر الفدرال الامريكي وما سيقوم فعله، سواء سيقوم بنقل الاوبريشن تويست او برنامج مبادره السندات الى تيسير كمي كامل. طالما هناك وجود لتيسير كمي حول العالم ليس فقط في الولايات المتحده الامريكيه، بينما ايضا عندنا اليابان الصين وغيرها من الدول تدعم دائما اسعار الذهب. كما انه لن ننسى ما يحصل في اوروبا الان وما يحصل في الولايات المتحده الامريكيه من هاويه ماليه والتخوفات منها ايضا تدعم اسعار الذهب، كما حصل خلال الاسبوع الماضي عندما كان هناك نوع من التخوف، شهدنا نوع من الارتفاع لكنه لم يدوم لانه كان هناك في حديث من سي ام اي جروب او اللي هي الهيئة التي تعطي أو تصدر أسعار الذهب، قامت هناك أو حديث أو إشاعات عن أنه احتمالية أن يقوموا برفع المارجن ريكويرمنت أو الهامش المتاح الأقل، الحد الأدنى للهامش المتاح، كما حصل في العام 2009 عندما قامت أو 2010 عندما قامت هذه الهيئة برفع المارجن ريكويرمنت عندما كانت أسعار الذهب عند 1920، أدى ذلك إلى الانخفاض ووقف وتيرة الارتفاع. فنوعا ما الذي حصل خلال الأسبوع الماضي أو انخفاض الذهب من 1735 إلى المستويات اللي شهدناها الأسبوع الماضي 680 او 83 هي فقط لاشاعات بالاضافه الى الحديث عن الهاويه الماليه، لكن بشكل او باخر تبقى النظره اسعار الذهب حاليا عند تقريبا 1700 دولار للأونصة، بالتالي وين ممكن لا زلنا ما بين يعني ما بين منذ بدايه العام ذكرنا انه ماذا يعني ما دام انه الذهب فوق مستويات 1525 تبقى النظره شراء على المدى الطويل، المدى القصير الان ما بين 1660 وبين 1700 نعتبرها مستويات جيده جدا. هناك شيء اخر ممكن المتداولين لا ينظرون اليه كثيرا، الذهب 1700 يعتبر غالي نوعا ما، لكنه من الممكن الاتجاه الى الاي تي اف اللي هي الاكسشينج تريد فوندز، حوالي الان في حوالي 16 دولار بالنسبه للشير الواحد، ايضا ننصح به الى من لا يستطيع يعني التداول بالمارجن او يخاف من الريسك للمارجن. هل لديكم ايضا نظره ايجابيه على اسعار سلع اخرى؟ على الاقل في عندنا السيلفر، السيلفر دائما نفضله، الفضه نفضله في الوقت الحالي او في خلال الوقت المقبل، لانه نعتقد انه سعر الفضه في الوقت الحالي او حتى الفتره الماضيه لا زال هو يعني اندر فاليد او اقل من السعر العادل، وذلك على اساس ما نسميه الادجستد انفليشن او التغير في معدلات التضخم منذ العام 1980 عندما وصل الى البيك عند هو والذهب عند 850 دولار، الان هي السعر العادل مع هذا التغير حوالي عند 60 دولار، والذي حصل ايضا من جديد عندما وصلت اسعار الفضه الى 50، سي ام اي جروب ايضا قامت برفع المارجن ريكويرمنت مما ادى الى انخفاضه بحوالي 50% ايضا، فنفس السيناريو يتكرر من جديد، لكن ما يحصل من تخبطات حول العالم من بسبب الاقتصاد بالاضافه الى عدم الانسرتينتي بالحكومات هو ما سيدفع على الاغلب اسعار الذهب للمزيد من الارتفاع. اود رايك بالعملات، ولكن قبلها سوف اتوجه الى مراسله العربيه اللي ناطرتنا في مكاتبنا بلندن. اذا كارينا كامل ننتقل اليك، اهلا وسهلا بك كارينا. كارينا اود ان ابدا معك مع التغييرات السياسيه التي من الممكن ان نراها بايطاليا ورده فعل الاسواق على هذه التغييرات. نعم بالفعل لرى صباح اليوم الكل يتساءل هل سيعود السيد سيلفيو بيرلسكوني إلى الساحة السياسية الإيطالية، وذلك بعد سحب الحزب الذي يؤيده لثقته في السيد ماريو مونتي، ما دفع السيد ماريو مونتي بالإعلان بأنه سيستقيل أو سيقدم استقالته بعد الموازنة العامة وإقرارها لعام 2013، التصويت يبدأ الأسبوع القادم. تساؤلات عن هذه الخلافات الدائرة في الساحة السياسية الإيطالية، نعرف طبعا بأنها تتسم بخلافات وانقسامات أيضا بعد بين الأحزاب المختلفة، تفاعل واضح جدا اليوم خاصة على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ارتفعت بشكل ملحوظ جدا تكلفة الإقراض، اليوم نتحدث عن 4.84% يعني 4.8% تقريبا نسبة التكلفة بالنسبة للعائد على سندات لأجل 10 سنوات، هذا ارتفاع بحوالي 0.3% عن الجلسة السابقة، وأيضا نلاحظ أن هذا المستوى ارتفع منذ الصباح، يعني بدأنا الجلسة على ارتفاع بربع نقطة مئوية في تكلفة الإقراض أصبحت 0.3%
0.3%، إذن قد نرى ربما المزيد من الارتفاعات. واضح أنها طبعا تزود التساؤلات عن مواصلة إيطاليا للخطط التقشفية التي بدأها السيد مونتي في حال كان هناك تغير حكومي، وتساؤلات طبعا عن الأفعال أو ردود الأفعال لربما عودة السيد سيلفيو بيرلوسكوني الذي طبعا نعرف بأنه لا يؤيد مسألة الانضمام لليورو أو مسألة الوحدة الوطنية داخل منطقة اليورو. كارينا أبقي معي، أنتقل مجددا إلى نور الدين، وأود أن أسألك عن اليورو كردة فعل على هذه الأخبار الإيطالية. اليورو يصل عند أدنى مستوياته في أسبوعين، توقعاتك لليورو؟ بشكل كبير، لانه على الاقل الحديث الان عن الرومرز او اللي هو احتمال ان يستقيل. طبعا الاسواق وحتى الاتحاد الاوروبي يفضل ماريو مونتي على بيرلوسكوني، لانه بيرلوسكوني يعني من الذي اثقل كاهل البلاد في بدين حوالي 2 تريليون، لكن ماريو مونتي هو الذي عمل على عوده الاستقرار الى كلفه الاقتراض للدوله. اليورو مستويات ما بين 27 الى 28 نعتبرها مستويات جيده للشراء اذا ما في حال وصلناها، لكن مستويات 32 تعتبر مستهدفه ايضا. كارينا أعود إليك وأختم معك بدقيقة لو سمحت، ما هي أبرز العوامل التي من الممكن أن تحرك الأسواق الأمريكية اليوم؟ بالتأكيد مسألة الهاوية المالية ستكون ربما محط التركيز المستثمرين في غياب أي بيانات اقتصادية صادرة اليوم. سمعنا بأن الرئيس باراك أوباما التقى يوم أمس مع السيد جون بينر رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، وبحسب التصريحات صادرة عن متحدثين بأسماء السيد باراك أوباما وبأسماء السيد جون بينر، خطوط التواصل لا تزال مفتوحة بين الطرفين. ربما هذا تصرف إيجابي أو تصريح إيجابي. غدا طبعا يبدأ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، كذلك لارا طبعا توقعات بأن يمدد البنك المركزي الأمريكي من سياساته التوسعية من خلال برامج التيسير الكمي لعقود الأجل، حاليا تشير إلى بداية سلبية على وول ستريت. صحيح، كما نشاهد الآن داو جونز تراجع ب 0.1% على العقود الأجل. شكرا جزيلا لك كارينا كامل، شكرا لضيفي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في أمانة كابيتال. مشاهدينا هكذا نصل لنهاية غداء عمل. دائما للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت العربية.net/الأسواق. أنا أعود معكم بعد نصف ساعة في برنامج الأسواق العربية. إلى اللقاء.